لما جاء رئيس الجمهورية وتنصب قال نفتح مد يدي للجميع باش نبنيو الجزائر الجديدة، والالتزامات نتاعو في 54 التزام بعد حتى الوقت الحاضر تقريبا ما يزيد 75% من هذه الالتزامات تحققت وستستكمل في هذه السنة كل التزامات تاع الرئيس وعد بها الشعب. احنا في حاجة اليوم إلى تدعيم الجبهة الداخلية، هذه مبادرة تاع الرئيس الجمهورية، هو اللي نادى بتدعيم الجبهة الداخلية. هذا المبادرة ما هي حتى تاع واحد، هذه مبادرة تاع الرئيس الجمهورية، لازم الأحزاب حول هذا المبادرة هذه وتكون عندهم نظرة في الدستور. وقال ما هي الطرق، ما هي الأسلوب، ما هي الأشياء اللي نقوم بها باش ندعم الجبهة الداخلية. والجزائر تحتاج اليوم إلى جبهة داخلية قوية، مش فقط الشؤون الداخلية تاعنا، صحيح عندها أهمية، ولكني باش نواجه الأعداء من الخارج.